بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. الأزمات صناعة لالتهام المشكلات. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في الحلقة 546 من ملك وكتابة. الأزمات فن لخلق المشاكل ولا لا؟ يعني هي بقت في شطارة الفترة الأخرانية دي، كل واحد يتزنق يعمل لك أزمة مفتعلة، تكبر تكبر تكبر، كل الناس تروح تتكلم فيها وتسيب الموضوع الأصلي يتنسي. النهارده فن صناعة الأزمات. النهارده المفروض الناس فرحانة وعودة النشاط الكروي ومش عارف ايه، المفروض ده يبقى حديث الساعة. لا، اخلق بقى نطور مشكلة هنا مشكلة هناك في البرامج، نقعد احنا بقى ايه وغيرنا نتحدث في أمور والله آخرها لا يفيد الوسط الرياضي ولا المواطن الرياضي، لكن تركها أكثر ضررا من التعرض لها. تركها أكثر ضررا من التعرض لها، لكن أعتقد مضمون حلقة النهاردة في كتير من ما يجب التعرض له.